أحيت العديد من الدول اليوم العالمي للمياه في 22 مارس. بالفعل، ويعد هذا اليوم وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة وضرورة الحفاظ عليها في ظل معاناة الملايين من تناقصها. الأمم المتحدة التفتت إلى خطورة هذا المورد الحيوي وقررت إعلان يوم عالمي للاحتفال بالمياه العذبة، وبدأ الاحتفال به رسميا أول مرة عام 93. ينضم إلينا من دبي الخبير البيئي أحمد حمدي. أستاذ حمدي، بنرحب فيك مرة جديدة معنا بسكاي نيوز عربية. إذا بنتكلم عن هذا اليوم الهام اليوم لكل البشرية مش بس للعالم العربي، ممكن نخصص للمنطقة شوية كلام شوية حديث عن نسبة المياه العذبة اليوم، مدى لربما النقص في المياه العذبة في العالم العربي؟ بلا شك أن المياه من أهم ضرورات الحياة. إليك بعض الحقائق الهامة جدا التي يجب أن نهتم بها وننظر إليها باهتمام شديد. أن 8% من الطاقة المستهلكة تذهب إلى المياه في النقل وتحلية المياه، كما أن 80% من المياه المستهلكة لا يتم الاستفادة منها. هذا بالعالم. بالإضافة إلى أن في حوالي بالضبط بالإضافة إلى أن في مليارات في العالم يستخدمون مياه ملوثة. أما في العالم العربي أو في منطقتنا، فالاستهلاك للمياه يزداد بنسبة 26% عن استهلاك الفرد في العالم. دي إحصائيات عالمية، ده معناه أن الاستهلاك أزيد من المراد. بالإضافة أن في الوقت الحاضر هناك بعض الأمور والعلماء يتجهون إليها مباشرة، منها التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والابتكارات الجديدة في أمور الطاقة. إذا كنا نتحدث باختصاص عن المياه، فالوقت الحاضر هناك اتجاهات في منطقة الخليج إلى ابتكارات حديثة تساعد على الآتي: رقم واحد، تحلية المياه بطريقة أذكى أو باستهلاك طاقة أقل. رقم اثنين، المياه المستخدمة التي لا نستفيد منها، واتفقنا أنها 80% من المياه لا تستخدم أو لا تستفيد منها، تتجه إلى تحويلها إلى طاقة. هناك التفكير في مياه الصرف الصحي للاستفادة من الجزء الصلب تحويله إلى سماد، أو جرين كوك، فحم أخضر أو بمعنى أدق فحم غير ملوث للبيئة. بالإضافة إلى المياه التي تستخدم في الصناعة مرة أخرى أو في الزراعة. وبالتالي المنطقة العربية في المؤتمرات وفي التحديات الحاضرة تركز جدا على المياه، خاصة نحن نعيش في منطقة جافة أو شبه جافة. الاقتصاد الأخضر دايما نقول إن هو في المقام الأول يعتمد على ثروات أو مصاريف، لكن على المدى البعيد فرص عمل. وهناك 6 قطاعات معنية، منها إدارة المياه، إدارة الأراضي، إدارة المخلفات والنفايات، التصميم المعماري البيئي، الطاقات الجديدة والمتجددة، النقل المستدام. إذن إدارة المياه ضمن أهم أولويات الاقتصاد الأخضر. أيضا التنمية المستدامة، نحن نتحدث اليوم عن التلوث البيئي الذي يسبب بدوره إلى الاحتباس الحراري ومن ثم تغير مناخ وبالتالي كوارث طبيعية وفيضانات وجفاف إلى آخره. وبالتالي الاتجاه الأول في الحفاظ على الطاقة يستهدف الأراضي ويستهدف المياه ويستهدف بعض التحديات الخاصة بمعالجات النفايات والمخلفات. هذا اليوم الخاص باليوم العالمي للأرض يناقش باهتمام شديد جدا لماذا لا نستفيد من المياه المستهلكة، لماذا تذهب هذه المياه الملوثة إلى المحيطات والبحار والأراضي وهي مليئة بالميكروبات والطفيليات. بالإضافة أن في دول عالمية تعاني جدا من أمراض مثل التقزم بسبب استخدام مياه شرب ملوثة، كما أنها تسبب أيضا إلى التيفود وشلل الأطفال. إذن اتجاه الوقت الحالي إلى استخدام المياه مرة أخرى وتحويلها إلى مياه صالحة تستخدم في عمليات بعد المعالجة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة في الزراعة وفي الصناعة مرة أخرى، بالإضافة أن أنا بعزلها وأستخدمها وبالتالي بقلل من نسبة التلوث الذي ينتقل مباشرة إلى الأرض وإلى البحار وإلى المحيطات.
ولكن دكتور أحمد اليوم يعني الصورة لربما يمكن وصفها سوداوية نوعا ما، يعني إذا أردنا أن نتحدث قليلا بالأرقام، قرابة 2.4 بليون شخص ليس لديه خدمات الصرف الصحي، 1.8 بليون إنسان لا يمكن يعني يشرب مياه ملوثة، يعني هنالك تضخم في عدد السكان، هنالك أيضا يعني أيضا مخاطر التغير المناخي كما يعني تحدثت حضرتك، يعني هنالك أيضا تفاقم لأزمة المياه حول العالم. هل يمكننا اليوم مع الخطط الموضوعة تدارك كل هذه الآثار على موضوع المياه العذبة؟ يعني هل نحن بالفعل قادرون على الحد من هذه المشكلة؟ يجب أن نعترف أن كل الأمور متشابكة. إذا حدث في أي خطة أخطاء تؤثر على باقي الخطط. إذا كنت بتكلم على هذه المشاكل اللي تفضلتي وطرحتيها، فأنا إذا ما فيش بنية تحتية سليمة، وده طبعا من اهتمامات الاقتصاد الأخضر إذا كنت بتكلم على إدارة الأراضي، إذا لم تكن هناك بنية تحتية مخططة سليمة هيكون عندي مشاكل في الصرف الصحي، هيكون عندي مشاكل في نقل المياه، حتى أن المياه ممكن تكون ملوثة نتيجة أن الكونكشن أو البايب أو الأنابيب اللي فيها المياه قديمة وحصل فيها بعض السلبيات ولم يتم تغييرها طبقا للخطة. بالإضافة كمان أني كما تفضلتي أن المياه هي المصدر الأول والأخير للحياة، إذا لم تتواجد مياه لا تتواجد زراعة، لا تتواجد صناعة، لا تتواجد صحة جيدة. فالحكومات والسياسات في الوقت الحاضر فكرت جدا في الطاقات الجديدة المتجددة، وفكرت جدا في التلوث البيئي، وكان بين الخطين هو إدارة المياه. إذا لم تدار المياه بشكل سليم ستكون هناك أزمات. أنا عندي عدة أزمات وتحديات في المستقبل، عندي طاقة، عندي غذاء، عندي مياه، عندي مشاكل في التلوث البيئي. إدارة المياه من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة، وحتى نكون في صراحة كالمعهود بيننا، المياه قد تشكل صراعات وأزمات وحروب في المستقبل، لكن أنا عندي حلول كتير جداً. أنا أنظر الآن بطريقة إيجابية للمياه. في المستقبل يختلف الأمر عن الماضي. الماضي كان التحدي الأكبر هو حفر أبار أو وجود أنهار، لكن في العصر الحديث وفي الابتكارات وفي التكنولوجيا المتقدمة وصلت لي مرحلة تحلية المياه، وصلت لي مرحلة أن أنا أقدر أصل لمياه الأبار، أو أن أنا أعمل عمليات إعادة لتحلية المياه أو منع تلوث المياه. إذن الوقت الحاضر به أمور كثيرة علمية وابتكارات، وهذا ما يبحث عنه كثير من الدول العالم الآن، الابتكارات العلمية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه والتي تسبب في استهلاك رشيد للمياه، وبدورها تقلل من المياه المهدرة، وهذا عنوان اليوم العالمي للمياه، المياه المهدرة وكيفية الاستفادة منها. هناك أمور إيجابية في الوقت الحاضر، ليست فقط في ان انا بفكر في بطريقه ورديه، لا، ان اكتشف مشاكل واني احط ايدي على بعض سلبيات ده معناه التفكير في حلول ليها حتى ان كانت مخططه. انا اعتقد ان في خلال السنوات القادمه ستستخدم المياه بطريقه اسهل وبطاقه اقل، كما انني ساستفيد من كل المياه المهدره. والله استاذ احمد، في المقام الاول هي المياه. بعتذر احكي لك انه الصوره اللي عم ترسمها ورديه بشكل كبير، يعني تسمح لي عم تتكلم انه الدول العربيه فكرت، ما سمعتك عم تتكلم نفذت. شو عملت الدول العربيه؟ لا اقلل من ما تم انجازه، ولكن خلينا نتكلم بشيء واقع وملموس، وخلينا نذكر مره جديده استاذ احمد اذا سمحت لي بمصادر المياه في العالم العربي، من أين تأتي المياه في العالم العربي؟ ولاحظ أن الدول التي يعني لربما لا تعاني كثيرا من نقص مياه أو في معدل المتوسط إلى الجيد وضعها المائي، هي دول تقوم بالتحلية من مياه البحر مباشرة، على عكس تلك التي فيها مصدر مياه وأنهار عذبة متوفر يمكن الحصول عليه مباشرة في العالم العربي. أستاذ أحمد، أنا معك، بين التفكير والتنفيذ دايما في خطوط وخطوات وخطة، مظبوط، تتفق معي؟ بين لما اسمعك بوضوح بس اتفق معك اكيد التخطيط. اذا كنا بنتكلم عن العالم العربي، فهناك بلاد ليس بها اي موارد طبيعيه، وهناك بلاد بها انهار ومياه عذبه صالحه للشرب. المنطقه التي نعيش بها وبالتحديد الخليج
منذ حوالي ما يقترب من 80 عام الاعتماد الوحيد على المياه كان من خلال الأبار. لكن في الوقت الحاضر هناك مياه تصل إلى أقصى وأبعد النقاط، مياه قد تكون صالحة للاستخدام ومياه قد تكون صالحة للشرب إذا استخدمت التقنيات الصحيحة. الأمور دائما ليست وردية، ولكن لابد أن يكون هناك طموحات، ولابد أن نضع أيدينا على أماكن المشاكل وأماكن التي تتولد منها مشاكل. العالم العربي به طريقان بالنسبة للمياه، مياه صالحة للشرب زي مياه الأنهار على سبيل المثال في العراق، في مصر، في أكثر من دولة عربية في مياه صالحة للشرب، لكن للأسف الشديد جدا لا يتم التمثيل الأمثل والاستخدام الأمثل للمياه، فنجد المياه ملوثة، ونجد حتى مياه الشرب التي تتواجد في المنازل بها بعض السلبيات وغير صالحة للشرب وتحتاج لمرشحات. الدور الأول يجب أن يكون كما يتم تطبيق بعض العلوم الحديثة زي الفايف اس والسيك سيجما من الكنترول أو الحكومات. أما في المنطقة الخليج الغنية بالثروات الطبيعية والحمد لله، لكن المياه مشكلة ضخمة جدا. استهلاك الفرد للمياه يساوي 26% من استهلاك الفرد العالمي أو الذي يتمثل في استخدام الفرد الواحد كرقم عالمي، وبالتالي هناك إهدار شديد جدا في المياه. إذن لابد أن نتجه إلى ثلاث طرق. رقم واحد، ابتكارات جديدة تقلل من استهلاك المياه. رقم اثنين، ابتكارات حديثة والتي نعمل عليها الآن في عملية معالجة المية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وبالتالي أنا هنتقل من أن عندي مياه مهدرة وتساوي 80% عالميا، وهنا ممكن تساوي رقم يعني متوسط أكتر شوية، هيكون بدل ما يكون عندي مياه مهدرة لا أنا هستفيد منها مرة أخرى ودخلها في عمليات صناعية. الصرف الصحي ده موضوع مهم جدا. طيب. جدا جدا، إذا لم نقدر نأجله للمقابلة الجاية أستاذ أحمد، ولا ضروري نحكي فيه اليوم؟ خلينا نأجل موضوع الصرف الصحي للمقابلة المقبلة. أستاذ أحمد شكرا، يعني رويتنا بهذه المقابلة الجميلة في الصباح. شكرا جزيلا لك الخبير البيئي أحمد حمدي.